الصعوبة تكمن في كيفية الخروج من الأزمات إعلامياً، وهذا اللي كنا نركز عليه في الدورة اللي نظمناها قبل قليل. لذلك كانت فرصة جميلة للمسؤولين الكبار بأنهم يتعلمون كيفية مواجهة الإعلام، كيفية مواجهة الإعلاميين أحياناً، وكيفية توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة وبصورة مختصرة. أعتقد أن أدوات الكل يحتاج لها الآن، ليس فقط المسؤولين، ليس فقط الكبير أو الصغير، ولكن الكل يجب أن يكون متحدث جيد حتى يوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة.